مسرح محمد الخامس كان مليء بالجمهور. هذا كيعني ان الجمهور المغربي متعطش للابداع، متعطش للمسرح، وايضا حتى حنا كفنانين كنفرحوا ملي كتكون هاد ردة الفعل وهاد الحضور، وكنكونوا ايضا فرحانين في الفضاء ديالنا اللي هو فضاء الابداع، الخشبه، حضور الجمهور، التفاعل المباشر، ان والموضوع يكون موضوع راهني، يعني كيهضر على شي حاجه اللي كنعيشوها الان وكيعيشها الجميع، وبمواقف اللي كلشي عاشها، ربما كنعاودوا حوايج عاشوهم ولكن كنعاودوهم بواحد الطريقه اللي كتضحك، كتبكي، كتفرح، كاين لحظات البوح جميله جدا. فوالا حنا اقتبسنا منك الواقع، ولكن بانت لنا واحد اللقطه اللي هي شويه كان فيها الغناء والصلاه، شنو تقولي عليها؟ شوفي، اللي بغيت نقول هو ان دائما الانسان حاضر بكل التجليات ديالو، التجليات ديالو الروحانيه، التجليات ديالو الابداعيه، والتجليات ديالو الفنيه. يعني الانسان هو شوفي، الله خلق الطبيعه وخلق الجمال، والانسان هنايا باش يبدع، فهمتي، باش يخلق هاد اللحظات السمو، وعشنا هاد لحظات السمو في لحظات كورونا وفي لحظات الحجر. لنعطيك الجديد ديالك. الجديد ديالي هانتي شتيه اليوم هاد مسرحية حمام العيالات مع ثلة من الفنانات الرائعات السعدية، خلود، بدرية، فاطمة، سكينة، مجيدة، نورة، طارق، عيسى. يعني لحظات رائعة جدا عشناها في التدريب، يعني تدربنا في إقامات، مم إقامات فنية في مارتيل في سبا حقيقي، لأن كان مغلق ولكن إحنا خديناه واشتغلنا فيه. كانت لحظات جميلة جدا، والآن إن شاء الله هذا النهار يلا شفتوا الانطلاقة الأولى، العرض الأول كتكون مازال فيه الهشاشة والدهشة حتى ديال الممثلين فوق الخشبة، ولكن يلا لاحظتوا إحنا كان تكسير هذا الجدار من الأول، ديال أنه كأن الجمهور ما كاينش، كنبدعوا، ولكن أيضا يلا لاحظتوا الصوت ديالي في الخلف وسط الجمهور، والجمهور أيضا كان حاضر ولكن كممثل، ماشي فقط غير حاضر، حتى هو كان جزء من العرض. كلمة للمغاربة بمناسبة رأس السنة الميلادية. بغيت نقول لهم كنتمنى لكم سنة سعيدة جدا، لو انتينيخ أهزو ليت ما ديسمع، أدوني ربي الخير، أدوني وش ربي، أدوني سقاسة ماينو، سقاسة مباركي، سنة سعيدة جدا، نتمنى كل واحد يحقق فيها الأماني ديالو والمثابرة والصبر، ونتمنى سيغتو نفرحوا لبعضياتنا ونحبوا بعضياتنا.